المزيد ينضم إلينا سيادة النقيب محمد الحايس، أحد أبطال عملية الواحات. أرحب بك سيادة النقيب. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. إذن لدينا اليوم 33 حكما على هؤلاء الإرهابيين. بداية حدثني عن شعورك بعد النطق عليهم بهذه الأحكام. طبعا في بداية الكلام الحمد لله رب العالمين إن احنا وصلنا للحكم دوت، وإن احنا بالحكم دوت بنقدر نشفي غليلنا شوية، ونبرد النار اللي جوانا واللي جوه صدور كل أب وأم تمام فقدوا ابنهم كشهيد. والحمد لله رب العالمين طبعا ان احنا واثقين جدا في قضائنا وشرطتنا وجيشنا، وبنوجه رساله لاي حد هيخرج عن القانون، اي حد هيحاول يحارب البلد ديت او يوقعها، ان دوت هيبقى مسيره، دوت هيبقى المصير بتاعه. نعم، هي احكام رادعه سياده النقيب. تمام الحمد لله، يعني احنا شايفين ان هي احكام رادعه طبعا، يعني اي حكم مش هيشفي غليلنا تمام، لان يعني الكفره دولت احنا نفسنا نخترع لهم قانون جديد علشان نوقع عليهم اشد العقوبات، علشان بس يشفي غليلنا ونحس ان احنا يعني خدنا حقنا وخدنا حق ابطالنا واسر الشهداء واسر المصابين، عشان نحس ان احنا يعني في جزء من صدورنا كده بترتاح. نعم، القصاص يحدث بعد فترة زمنية تسمح للقضاء بأن يأخذ مجراه، وفي الناحية الأخرى رجال القوات المسلحة والشرطة يقومون بتأمين البلاد، وكأن هناك سيمفونية تعزف للدفاع عن هذا الوطن من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء للثأر لأبطال مصر. طبعا كلام حضرتك صح جدا، جيشنا وشرطتنا وقضائنا كلنا دايرة واحدة مغلقة، كلنا بنعمل من اجل الحفاظ على الوطن، من اجل حمايه شعبنا، من اجل ان احنا نتصدى لاي حد يحاول المساس بالشعب او بالوطن. اذا اردت ان تبعث برساله سياده النقيب لزملائك الان في كل الاماكن على ارض مصر، ماذا تقول له؟ احب اقول لكل زمايلي استمروا في اللي احنا فيه، لازم نستمر في اللي احنا فيه، لازم نكمل مسيرتنا، احنا حالفين قسم اول ما اتخرجنا لغايه لما الوقت بيمر بينا، احنا حالفين قسم ان احنا نتصدى لكل خاين، ان احنا نحمي ارضنا، ان احنا نحمي بلدنا، سواء ضابط شرطه سواء ضابط جيش. احنا دخلنا الكليات ديت واشتغلنا ضباط بمحض ارادتنا، محدش اجبرنا على ان احنا يعني ندافع عن وطننا، احنا دخلناها بمحض ارادتنا علشان عندنا رساله اهالينا غرزوها فينا وحبنا لوطننا غرزها فينا منذ الصغر. فكل واحد اختار مصيره بايده ان هو يبقى ضابط شرطه او ضابط جيش، لازم يكمل المسيره ولازم نوصل لهدفنا وهو حمايه الشعب دوت، وان احنا نأدي الرساله بتاعتنا لحمايه وطننا وشعبها. شكرا جزيلا سياده النقيب محمد الحايس، احد ابطال عمليه الواحات، تحدث الينا هاتفيا من القاهره.